منذ زمن بعيد توقف الناس في بيروت عن عد الأسماء التي حصلت عليها المدينة على مر التاريخ، ومع ذلك تسجل بعناية جميع المعلومات المتعلقة بحكاية سجاد بيروت الذي يقولون عنه في العالم أنه له مساهمة فريدة من الشعب الصربي في التراث العالمي. من حيث المساحة تعتبر بيروت إحدى أكبر البلديات في صربيا، وتقع في جنوب البلاد بالقرب من الحدود مع بلغاريا. تحيط بها الجبال من كل جانب، من بينها من الناحية الشمالية يهيمن جبل ستارا بلانينا أي الجبل القديم الذي تصل قمة ميجور إلى ارتفاع 2169 مترا فوق سطح البحر. إلى جانب هذا الجبل والجبال العملاقة الأخرى، فإن هذه المدينة يمكن أن تتباهى بمياهها الجارية مثل أنهار راسنيك ونشبة ويرما أو بحيرة زافوي. الطرق والحدود حاسمة بالنسبة لمصير هذه المدينة التي نشأت على أنقاض المدينة الرومانية القديمة توريس التي تعني البرج باللاتينية. في هذه المنطقة تمر الطريق القديمة شارع ميلاثرس، وهو أقصر طريق بين أوروبا الوسطى والشرق، وعلى عكس من هذه الطريق التي لأكثر من 2000 عام تمر في نفس المسار، فإن حدود الإمبراطوريات والدول كانت تتغير باستمرار، وهو ما ترك أثرا لا يمحى في تاريخ وثقافة المدينة. أشير إلى المدينة للمرة الأولى تحت اسمها الحالي في المصادر الصربية في القرون الوسطى ومصادر دوبرونيك، والاسم يأتي من السلافيين الذين استنبطوا الاسم بيروت من بيرغوس، وهو ما يعني أيضا البرج في اليونانية. ومنذ القرن 12 توجد مدينة ومنطقة بيروت ضمن حدود دولة الحاكم الصربي ستيفان نيمانيا، وتؤكد ذلك الأديرة في تلك الفترة المقامة في محيطها. وقد تحررت المدينة من نير العبودية التركية التي استمرت لمدة 5 قرون، تحررت في عام 1877. في تلك الفترة كانت صناعة السجاد متطورة جدا في بيروت، وذلك بفضل جودة الصوف الذي حصلت عليه من عشرات الآلاف من الأغنام التي كانت ترعى في مراعي المنحدرات المجاورة. السجاد المصنوع في بيروت كان ذا جمال فريد، وكان رمزا للثروة وحامي الأسرة. فيما مضى كان يوجد في كل بيت معمل نسيج، وعلى الرغم من أنه عمل عمل شاق، فإن النساء كن يقمن بذلك بكثير من الحب والمعرفة والمهارة. اليوم يحفظ هذا الفن من النسيان، ويحفظ من قبل نساجين تجمعهم ورشة عمل قلب المرأة. سميت على هذا الاسم لواحدة من الأنماط 95 التي تعتبر علامة مسجلة لسجاجيد بيروت. كل شعرة لها معنى، بين يدي المهرة من النساجين تتطلب كل حركة غزل الصوف عملا من الأساس، وتمرير سلسلة تمشيط وضغط الخيوط خيوط السجادة التي يتم بدقة متناهية لا تشوبها شائبة. وكل هذه الأعمال تتم عن ظهر قلب لا شيء يدون، وينقل من جيل إلى جيل. سجاد بيروت يتم عمله في قطعة واحدة من الصوف الخالص، والسجاد كثيف ودقيق الخيطان وخفيف الوزن، وبالتأكيد فإن لسجاد بيروت وجهان مطابقان تماما. إلى جانب السجاد والفخار، فإن رمز هذه المدينة الواقعة على نهر نشبة هو الكشكوان، الذي يرتبط إنتاجه بالقبائل التي رعت الماشية التي أصلها من اليونان وتسين سارة، التي عاشت في القرن 17 على جبل ستارا بلانينا. ومن هنا فإن اسم الكشكوان يحمل اسم كشكوان ستارا بلانينا. في البداية كان هذا الجبن يصنع من حليب الغنم، فيما بعد بدأت صناعته من حليب البقر أو الحليب المخلوط. أقدم المعلومات المدونة عن صناعة الجبن الصفراء في ستارا بلانينا تعود إلى القرن 18. كشكوان بيروت معروف في العالم بنكهته المميزة التي تتكون بفضل المراعي الغنية في مناطق غير ملوثة. في تلك المراعي تربى الحملان، لذلك وضمن المأكولات المميزة توجد خراف بيروت، ولا ننسى أنه تعمل في بيروت أفضل أنواع الأيبر، وهو الفلفل الأحمر المشوي المفروم والذي يشتريه السياح للذكرى. في منطقة بيروت يوجد عدد كبير من أماكن التنزه التي يزورها عدد كبير من الناس،
فعلى سفوح جبل ستارا بلانينا يبدأ متسلقو الجبل عملية قهر أعلى قمة في صربيا. كذلك يمثل نهر يرما وبحيرة زابوي جنة للصيادين صيادي الأسماك. ولا بد من زيارة تيماتس الكائن في مضيق نهر تيميشيتسا والذي يسمى بكولورادو الصغير. وهنا أيضا دير سوكوف الذي يوجد بمحاذاة نهر يرما، كما يوجد متنزه بوغولنوفا الواقع في المشهد الرائع لدير القديس يوفان بوغوسلاف الذي يعود إلى القرن الرابع عشر. في مضى كانت بيروت مركزا لصناعة الفخار في صربيا. هذا المكان الصغير كان يوجد فيه في منتصف القرن التاسع عشر 40 معمل لإنتاج الفخار، وكان يصنع فيه أكثر من 70 نوعا من المواد المصنوعة من الفخار للاستخدام وللزينة. صناعة الفخار كانت تتم بمساعدة دولاب يحرك بالرجل، ومثير الاهتمام أن العاملين في هذه الصناعة كانوا يصنعون هذه الآلات بأنفسهم.